فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله. صلوا عليه إخواني أخواتي وسلموا تسليما. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن يختم لنا بما ترضاه لنا وعنا، آمين آمين. أما بعد، نتبادل اليوم أطراف الحديث في مشهد من مشاهد القرآن، حيث يلخص الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد علاقته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلاقة النبي محمد بالله سبحانه وتعالى. ولا شك إذا كانت هذه علاقة النبي بربه فمن باب أولى هي علاقتنا بربنا أيضا، إذ أنه أسوتنا وقدوتنا، وقد طلب منا طلبا واضحا صريحا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا، مصداقا لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا المشهد اخترته اليوم من خواتيم سورة النمل. يقول الله سبحانه وتعالى الآية 91 و92 و93، قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الآيات الثلاث إخواني تصلح أن تكون دستور يلخص الإسلام، يلخص الفكر الإسلامي. الآية الأولى، لما نقول إنما أمرت، أمرت هذا الفعل المبني للمجهول، اللغة العربية هي أداة الفهم، ولا شك إذا قال النبي أمرت فالآمر هو الله سبحانه وتعالى، والعرب في لغتها البليغة لا تضع كلمة إذا أزلتها دل السياق عليها، لأنهم كانوا يوجزون بلاغة، يوجزون بلاغة. إذن الله يقول لنبيه: قل لهم إنما أمرت، أنا مأمور من ربي. بماذا أمرت يا رسول الله؟ أن أعبد. يا الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أمر أن يعبد، فمن باب أولى، من باب أولى نحن إذن ليس فقط نصلي، نحن نعبد، نعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر وكيف ما أمر. ماذا أمرنا؟ نقول سمعنا وأطعنا، ولا بدها فلسفة ولا بدها يعني تعقيدات. قال هذا حلال نحله، قال هذا حرام نحرمه، قال هذا مباح على الخيار، وهكذا. الأمر الأول: إنما أمرت أن أعبد. أعبد من؟ رب هذه البلدة، وكان يشير إلى بلده مكة المكرمة، الذي حرمها،
يعني البلد الذي له أحكام خاصة، لذلك تسمى البلد الحرام أو يسمى المسجد الحرام. لماذا حرام؟ لأن فيه ضوابط خاصة لا تنطبق إلا على البلد الحرام. لذلك نحج نحن إلى مكة، نعتمر إلى مكة. لماذا مكة؟ لأن الله أمرنا بذلك، والله هو الذي قال في سورة الأنعام: والله أعلم حيث يجعل رسالته. لا بدنا نقول ليش مكة، ما إلنا فيه. الله قال اذهبوا هناك، نذهب هناك، سمعنا وأطعنا. طيب، إذا أنا أعبد. العبادة إخواني أرقى مراتب الشرف في هذه الدنيا. لذلك لما الله كان يخاطب النبي كان يقول بعبده، عبد الله. هذه العبودية لله شرف. لماذا شرف؟ لأنك، أرجو دقة الانتباه، إن لم تكن عبدا لله كنت عبدا لغيره. فإذا كنت عبد فاختر أن تكون عبدا لمن؟ لمن يستحق، ولا يستحق أن يكون معبودا إلا الخالق، الرب. والرب في اللغة من يعتني، من اعتنى بي والله في صغري، أمي وأبي، يعني أكرمهما وأجلهما لأنهما السبب في رعايتي وفي إيجادي وفي هذه الحياة التي أعيشها. ما بالك بمن هو سبب في إيجادك أنت، وفي إيجاد أمك وأبيك، وفي إيجاد أبنائك وأحفادك؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا كما يقول الإمام الغزالي مصداق قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، ثم ماذا قال؟ وبالوالدين إحسانا. بعد أن خص نفسه بالعبادة ركز على الإحسان للوالدين. إذن إنما أنا كرسول أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. يا إخوة، كل واحد فينا لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أعبد ربي حق العبادة؟ الإجابة لكل ضمير، بينك وبين ضميرك. علماء الإدارة، حتى نستفيد إن شاء الله من المناهج العلمية التجريبية، علماء الإدارة بيقولوا إذا سألت نفسك سؤال وأجبت على هذا السؤال بينك وبين ضميرك فشعرت بألم للنتيجة للجواب، فأنت بحاجة إلى التغيير. لذلك بيقولوا، جميل جدا هذا الأسلوب: هل أنت راض عن علاقتك بالله؟ طيب، هل يمكن أن تكون أفضل؟ إذن بناء على الإجابات تبدأ تضع الاستراتيجيات. كيف أنا أحسن من وضعي؟ نحن نفعل هذا في الدنيا، يعني في الحياة المالية والعملية والاجتماعية، نحسن نحسن نحسن، من باب أولى أن نحسن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. وربنا ما بيحقد، يعني كنت مقصر وكنت بعيد تستحيش تقرب، ما حيحقد عليك، ما حيحسب لك الماضي. هو بيقول جيت، أهلا وسهلا. ربنا كريم جدا، إذا جئت يقول لك مرحبا بك عبدي. فلا تخجل من العودة إلى الله والسرعة في العودة إليه، لأنك لا تضمن الطريق. قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. أنا من المسلمين، النبي بيقول أنا من المسلمين، ونحن ماذا نقول؟ نحن من المسلمين. فائدة لغوية هنا إخواني، لم يقل وأمرت أن أكون مع المسلمين، قال وأمرت أن أكون من المسلمين. وفرق في اللغة بين أن تكون من الفريق، من القوم، أو مع القوم. أنا من القوم يعني بكليتي، منهم، من أولهم إلى آخرهم. أنا مع القوم قد يكون جمعني معهم موقف، لكن أنا لست منهم. هكذا دقة اللغة. ألجأت نفسي إلى خالقي، وهذا أيضا فيه من الحماية ما لا يجده الإنسان إذا أسلم نفسه لأي مخلوق آخر. أنا مع الله. ذلك الإنسان عندما يقول توكلت على الله في الصباح طالع كسبا للرزق، خلاص يخرج وقلبه مطمئن، أنا في رعاية الرحمن سبحانه وتعالى. الآية الثانية قال: وأن أتلو القرآن، يعني وأمرت أن أتلو القرآن، ولم يقل وأمرت أن أحفظ القرآن. الأوامر في القرآن منتشرة في التلاوة،
وقلنا وأهل اللغة قالوا لا يتلى إلا مكان له تجليات، له احترام، له وقار. لذلك نقول نحن نقرأ الجريدة، لكن نقول نتلو قرار القاضي، نتلو قرار المحكمة، نتلو المادة الدستورية، لكن نقرأ الجريدة، نقرأ الإعلانات. فهل التلاوة بمعنى القراءة؟ تعلمنا في هذا المسجد المبارك أن اللغة العربية لا تعرف الترادف، بمعنى لا يمكن أن تأتي كلمة في اللغة العربية وكلمة أخرى ويعطيان أو تعطيان كلاهما المعنى ذاته، لا بد أن يكون هناك زيادة في المعنى. فالعلماء لما تكلموا في أهل البلاغة قال التلاوة فيها قراءة، لكن قراءة شيء ذا مكانة، قراءة شيء في تقديس، في احترام، في توقير، هذا واحد. إذن هذا المعنى الزائد على قضية القراءة في التلاوة، أن المتلو ليس شيئا عاديا، ولا شك أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، هذا واحد. الفائدة الثانية في موضوع التلاوة، نحن في اللغة لما نقول يا أبا يوسف من التالي، من التالي، إيش يعني التالي؟ التالي هو التابع، يعني يأتي بعد الذي أمامي يتلوه. فكلمة التلاوة تحمل أيضا في اللغة معنى الاتباع. هنا الآن أصبح الفهم ماذا؟ عميقا. إذن وأن أتلو القرآن تحمل معنى القراءة المبجلة، وتحمل معنى أيضا الاتباع. ومن لي أنا غير منهج القرآن ومنهج الرحمن لأتبعه؟ هذه ليست مناهج أرضية وليست مناهج وضعية، وإنما هذا كلام رب العالمين. فهذا أيضا من باب الأمان. تريد في الاقتصاد نظام اقتصادي فيه أمان، يتم فيه التوزيع بعدالة، أتلو القرآن. تريد في النظام السياسي العلاقات الدولية، ولا نقول الدولية لغة، نقول الدولية، صح؟ تريد في التعليم، في الاجتماع، في نظام النفقات، أتلو القرآن. هذه الأمة إخواني عندها كنز وتم تعطيله، ثم بدأت تبحث عن الحلول في يعني إصدارات البشر. لا يمكن، لا يمكن أن ننهض كأمة إذا ما بقينا مشتتين بهذه الطريقة. لذلك وأن أتلو القرآن هذا يعني مخرج من كل ضيق، مخرج من كل ضيق، وأن أتلو القرآن. طيب السؤال اللي بيسأل نفسه الآن، يا ترى أنا في هذا 2018 كيف أنا مع تلاوة القرآن، سواء كانت قراءة أو اتباع، كيف وضعي؟ هذا السؤال لابد أن أسأله لنفسي كل يوم. يا ترى أنا هاجر للقرآن، كم صفحة بقرأ في اليوم، كم صفحة في الأسبوع، كم آية بفهم معناها كل أسبوع، عم بطبقها ما عم بطبقها؟ هذا ليس إخواني أمرا يعني من باب الترف الفكري، لا، هذا أمر مقدس واجب على كل إنسان يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويفتخر بأنه مسلم أن يطبق هذه الوصايا. النبي بيقول عن نفسه وأنا أتلو القرآن، وإحنا بنقول قدوتنا النبي، إذن بدي أنا أقتدي. والله يا شيخ ما بعرف أقرأ القرآن صح. اسمع، اليوم في قراء مسجلين في التلفونات وفي الكمبيوترات، على الأقل افتح واسمع. لكن إذا ما تسمع، الأفضل تكون فاتح المصحف، تسمع بأذنك وتنظر بعينك. فمرة على مرة شو بيصير؟ بيصير تقويم. انت سمعتها من الشيخ عبد الباسط الصفحة، بعدين اغلق التيب ولا الكمبيوتر ولا الاب واقرأها انت، وشوف شوي شوي اخواني مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة. واتقان تلاوة القرآن تبدأ بنية صافية، انه انا يا رب بدي اتعلم اتلو هالكتاب. وإذا أنت كنت عربي لسه الأمور إن شاء الله فيها ميسورة، تعرف الأحرف، تعرف الحركات. إحنا بنغار لما نشوف واحد مش عربي
وعم يبذل الوقت والجهد وبودوا بيجيبوا مشان يتقن التلاوة، وأنت الذي تعرف اللغة يعني متهاون في هذا. لا، أنا بدي اليوم في هاي الخطبة أجدد العهد بيني وبين ربي، ومش عيب الإنسان يقول بدي مساعدة في هذا الموضوع. بالعكس، ما في إنسان بيجي متعلم، أطلب المساعدة من الإنسان الذي تثق أنه يحسن أو يتقن. الكمبيوترات ملانة، برامج التعليم مليانة، في آب أنا لا أروج له لكن حقيقة يستحق أن نذكره لأنه نجح في تعليم العربي وغير العربي، ثمنه يمكن 5 دولارات على الآيتون، اسمه القاعدة النورانية. تطبيق جميل جدا بيعلمك من A to Z كيف تتلو وتخرج الحروف من مخارجها، واحنا عم نطبقه في مدارسنا هون في الساندي سكول، ناجح في تعليم الجميع، فمش غلط وبيمشي معك صوتا ورؤية، ليش لا؟ هذا الإنسان اللي بده يطور من نفسه. وما في شيء والله بقول والله بعد ما شاب ودوه على الكتاب. هذه من انا عندي نظريه انه وضعوا لنا امثله، العرب تم وضع لهم امثله في تاريخنا القديم والمعاصر مشان يخلونا دائما متشائمين، دائما في ذيل القائمه، يعني امشي الحيط الحيط تقول يا رب للستر، على قد لحافك مد رجليك. طب وين الطموح؟ ليش ما أطول الحافي على قد جري مثلا؟ يعني أنا أفكر فيها، ليش أظلني بردان؟ طب ما بطول الحافي. فكروا في الموضوع بهاي الطريقة، تشعر أنه كان مقصود تحطيم الطموح وتحطيم الأفكار، وفيش تقدم، وخليك دائما دائما. وحتى في الفقه، يعني كنت بعطي محاضرة بالأمس نتكلم في موضوع الفرق بين البيع وبين الربا، وأحل الله البيعة وحرم الربا. فأنا عم بفكر إنه الناس عفامة، بقول لهم في اللغة لما ربنا بيقول هذا حلال وهذا حرام معناته اثنين مش نفس الشيء، بقول هذا حلال وهذا حرام، معقول البيع يساوي الربا؟ لا. فاهمين علي إخواني؟ لما نقول في الرياضيات، في الرياضيات في كتاب زائد كتاب بيعمل كتابين، ليش؟ لأنه وحدة المعدود. كتاب زائد دفتر ما بيزبط، بس مش أقول لا كتابين ولا دفترين، لابد من توحيد المعدود في الرياضيات. كذلك في دلالات اللفظ لما يكون في مخالفة في الحكم مستحيل يكون في تطابق في المعنى في الدلالة. فلما يقول ربنا أحل الله البيع وحرم الربا، البيع شيء والربا شيء آخر. معرفة التعريف المفهوم تؤدي بك إلى فهم كل المسألة. فقلت لهم ما هو البيع؟ البيع سلعة بمال مع زيادة مشروطة. أنت فاتح محل، شو بتبيع؟ بتبيع بندورة، هاي سلعة تطلب مقابلها ثمن مع زيادة على رأس المال مشروطة مسبقة، لأني أنا فاتح محل بدي أربح، بدي أدفع أجار، بدي أدفع كهرباء، في رواتب موظفين. هذا البيع، وهذا حلال 100%. طيب، وحرم الربا، ما هو الربا؟ الربا مال بمال مع زيادة مشروطة، ما في سلعة، وهذا حرام لأنه هذا استغلال وهي تجارة، وربنا وضع البركة في شو؟ في التجارة. فهذا نموذج إخواني أنه المنهج التفكيري للإنسان العربي لابد أن يصحو من الغفلة التي وضعونا فيها من خلال سحرة الإعلام والكتبة ومد جريك على قد لحافك. لا، هاي كلها أمثلة حطمت الطموح لدى الإنسان العربي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. والحيطان إلها إيش؟ آذان وكلام، يعني جزع. هذا أثر على فكرة على حتى على المحصول الفكري، الإنتاج الفكري، الإنتاج الاقتصادي للأمة سنوات، وما زال يؤثر وللأسف الشديد مبرمج ببرمجة سياسية. ودائما الضعيف لا يحب أن يكون حوله أقوياء، لا يحب، لأنه يكشف له ضعفه فيتخلص منهم أولا بأول. الكلام طويل، إذن نرجع لموضوع تلاوة القرآن إخواني، وأن أتلو القرآن
شرف إلك أنت لما تجلس تتعلم تلاوة القرآن وأنت ابن السبعين، القدرة على القراءة، لكن بدك تضبط أمورك في أحكام التلاوة واللفظ وما شابه. ثم يقول: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. اللي بيهتدي بياخذ حسناته إله وجنته إله، وما حد لذلك أنا بقول لواحد من الشباب: أنت بتفكر يعني هو إذا أنت دخلت الجنة الناس حتاخذ حصتك؟ لا يا أخي، الجنة تسعك وتسع الآخرين، فلا تحكم على الناس والله هذا على الجنة وهذا على النار، هذا مش شغلك. وما يضرني أنا إذا دخل كل الخلق الجنة؟ تخافش، حصتك إلك، مش هيك عمو سلطان؟ ما فيها خوف. إذا خلينا نكون دائما نموذج للتفاؤل، تفاؤل تفاؤل. طيب، ومن ضل اقطع راسه، مش هذا هو اللي طلع لنا في الفترة الأخيرة؟ وحل دمه. من أين جئتم بهذا؟ من أين جئتم بهذا؟ لاحظ الآية ما أجملها: ومن ضل، يعني ما بده طريقك يا محمد. لاحظ ماذا تقول له أنت يا محمد. ربنا عم بيخبر النبي، بيقول: فقل، وهذا أمر واضح وصريح، فقل يا محمد إنما أنا من المنذرين، أنا وظيفتي أحذر، علمتكم، بلغتكم، وضحت لكم، وجاهز لأجيب على أسئلتكم متى شئتم، والأمر إليكم. واضح إخواني؟ لذلك منهج الإسلام الحقيقي الصحيح: سيبني في حالي وبسيبك بحالك، لا بحكم عليك ولا بجبرك، ولا حتى يعني حتى الإنسان اللي يكفر، بنقول إحنا ضد الكفر ليس ضد الشخص، حتى الكافر ماذا نقول؟ نحن ضد الكفر لكن ليس ضد الشخص بذاته، كالمرض تماما، نعالج المرض ولا نقتل المريض. ثم في الآية الأخيرة عم بيؤمره ربنا الأمر الأخير: وقل يا محمد، يعني إنما أمرت أن أقول دائما الحمد لله. وقل الحمد لله، هاي الكلمة السحرية التي يعني استغرب لها الغرب والشرق، لما المسلم دائما يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله من قلبك، حتى لو كنت أفقر الناس الحمد لله في أفقر مني، في أفقر مني، حتى لو كنت مريض بمرض عضال في من هو أسوأ منك حالا. فدائما المسلم ينظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، الحمد لله، واللي بيشوف مصيبته هذا مثل منيح بتهون عليه، اللي بيشوف مصيبة الناس بتهون عليه مصيبته، هذا جميل المثل، لأنه عم يرتقي في جانب الروح عندك. معلش، احنا عارفين الدنيا كلها عبارة عن يعني مشوار بين، كما قال الأهل العرفان، مشوار بين جبلي، كأنك تقطع جزر، هذه الدنيا. وبالتالي الحمد لله، إذا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هذول اللي قالوا ما بدنا الهداية، قلوا احنا بنقول الحمد لله ربنا موجود، سيريكم آيات صدق النبي محمد وصدق الدعوة وصدق وجود الله وصدق الإسلام، ورح تعرفوها. ولما تعرف، إذا بقي في العمر بقية، لك باب التوبة أيضا مشرع. والله انتهى الأجل وانت على ضلالك، أمرك إلى من؟ إلى ربك، إن شاء رحم إن شاء رحم وإن شاء عذب، أنا لا أتدخل في قضاء القاضي في الدنيا، فما بالي أتدخل في قضاء الله سبحانه وتعالى. يعني الناس، أنا بروح على الكورت بقول للقاضي: هي قاضي، لو سمحت بدك تعمل هيك وتعمل هيك، نسترجي؟ وما بنسترجي، ما بالنا نتأله على الله، بدنا ندخل الناس النار وندخل الناس الجنة حسب رغباتنا. لا، القاضي رب العالمين، ومش حيستشيرك، يعني لن يستشيرك، تخافش. فريح نفسك واحفظ ماء وجهك فتعرفونها. ثم يختم السورة ويختم الآية الأخيرة: وما ربك بغافل عما تعملون. يعني الرب ليس بغافل، وأختم بالتفريق بين الغفلة والنسيان. قال العلماء: النسيان شيء كان في الذاكرة. النسيان بيكون شيء موجود في الذاكرة لكن ضل عنه الإنسان في لحظة معينة، ناسي، وكان موجود المعلومات نسي.
السهو شيء كان موجود وبنعرفه، لكن في لحظة احتياجي إله سهوت عنه، لكن بعد دقيقة تذكرت. النسيان بدي حدا يذكرني، السهو غالبا الإنسان بيتذكر بنفسه، الغفلة ما في معلومات أصلا، الغافل ما بيعرف. لذلك ربنا وصف نفسه أنه ليس بغافل، وما ربك بغافل، لم يكن الله في يوم الأيام خالي من العلم. وبالتالي هذا أيضا بيعطيك أنت يعني دفعة إيمانية أنه ما تخاف، هو ربنا عز وجل عالم وينظر ويعلم ماذا يحدث حولك كمسلم، وهو الذي يدير الكون. فلا تخشى على الناس، اهتم بنفسك، اخرجوا انفسكم انتم سالمين من هذه الدنيا. دير بالك على حالك ابتداء، وتحكيليش هم الناس، رب الناس موجود ينظر يرى يعلم، له حكمة له إرادة، ودائما الواثق بالله سبحانه وتعالى سعيد من جوا وسعيد من برا. نسأل الله أن نكون من الواثقين بالله سبحانه وتعالى، وأن نكون من أهل القرآن وأهل تلاوته وأهل الإسلام وأهل التوكل على الله. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.